كابتن مختار بيجبر النادي الاهلي انه يخسر النقطة الرابعة له السنة دي بعد ما اجبره على التعادل 1-1 في مباراة ربما يكون الكثيرين يعني توقعوا ان تبقى مباراة سهلة للنادي الاهلي. ليه؟ نتكلم على فريق انتاج الحربي بيلعب اول مباراة رسمية له من حوالي 5 شهور، فريق برضو كان له مباراة في الدوري وتم تأجيلها بسبب يعني اصابات كورونا، فريق كان عنده كذا اصابة في اصابات كورونا والحمد لله الفريق اللعيبه خفت، فبالتالي الظروف كلها كانت مهيئه للنادي الاهلي ان هو يحقق انتصار سهل. ولكن كابتن مختار احنا عارفين واحد من افضل المديرين الفنيين في الدوري بيعرفوا يتعاملوا مع النادي الاهلي باستثناء مباراه الدور الاول اللي خلص بربعيه والنادي الاهلي ساعتها كان في قمه ادائه الفني ما كانش عنده غيابات زي ما شفنا النهارده، ولكن كابتن مختار قدر فعلا يورينا لمحة ازاي الراجل ده مدير فني قدير بكل ما تعني الكلمة من معنى. خلينا اشرح لكم على البورد الاول قبل ما اتكلم على مساوئ ومشاكل كانت عند النادي الاهلي ونتكلم برضه اسلوب فايا، بس حابب في الاول اقول لكم التركية الخدعة اللي عملها الكابتن مختار واللي بنى عليها الستايل اللي شفناه في الشوط الاول لنادي الانتاج الحربي اللي راح بعدد يعني مش قليل من الانفرادات على مرمى محمد اشنيطة. كابتن مختار متوقع ان فايلر كالعادة بيحط الرباعي بتاعه الدفاعي بيلعب بهاي لاين ديفنس وبيلعب بشكل متقدم، هو عارف ده كويس جدا وفايلر ما بيغيرش الطريقة. طيب كابتن مختار بقى عمل ايه؟ عمل تركية بسيطة جدا جدا جدا، هو لعب بطريقة 4-3-3، حط لحد ما الدفاع بتاعه قدام منطقة الجزاء، بس في خط الهجوم عمل خدعة بسيطة، هو ما لعبش بالتلاتة وايد، ما لعبش بيهم بشكل عريض على خط التماس زي ما بقيت الفرق بتحاول تعمل عشان تكسب منه الناحية الدفاعية، عشان النهاردة بيقولك لا انا لازم احط الطرفين على الخط عشان اقفل على الفول باكس بتاعة النادي الاهلي اللي بيكونوا ثنائيات مع الجناحات في الهجوم، فبالتالي لازم غصب عني العبهم على الطرف. لا، كابتن مختار قال لي لعبته، بتكلم خصوصا على احمد عفيفي الليفت وينجر ومحمد رجب راس الحربه وكريب لالا الرايت وينج او الجناح الايمن، قال لهم هنلعب نارو، هنلعب ضيق، تخشوا تضموا من جوه، محدش يا جماعه في الهجوم يلعب على الطرف تماما، انسوه، مش عايزين نجهد نفسنا، ما عندناش القدره البدنيه واللياقه البدنيه خلينا نعمل الجهد ده قدام النادي الاهلي. وبالتالي كابتن مختار اكبر الفول باكس بتوع النادي الاهلي انهم دايما هم اللي يجروا من جوه من بره لجوه، هم دايما اللي بيجروا من بره لجوه، على طول نادي تاج الحرب كان عارف النادي الاهلي بيلعب بيه خط دفاعي متقدم، فبيحاول على طول يدخل 3 لعيبه لقلب الملعب عشان يستغلوا الكرات البينيه اللي كانت بتتلعب ونجحت اعتقد 3 مرات، مره في اول مباراه خالص في الانفراد اللي نجح في التصدي له محمد الشناوي، تاني مره اعتقد حسب التسلل، ثالث مره جه منها الهدف، والهدف كان بقطع رائع جدا 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 من الحته اللي انا بتكلم عليها دي، الثغره اللي لعب عليها كابتن مختار، عمل خدعه جديده، ما لعبش على الاطراف، ما لعبش على الخط، ما لعبش على اللاين، لا قال لعبته تخش تضم على جوه عشان هنا يعمل ايه؟ يجبر المساكين بتوع النادي الاهلي كمان لما يخشوا هنا اهو هيبقى غصب عن محمد هاني وعلي معلول هم اللي بياخدوا اخر كوره في التغطيه، وبالتالي هنا الظروف كانت حظها كويس تاج الحربي ان محمد هاني هو اللي كان بيتحط في الاختبارات، والامانه محمد هاني النهارده كان واحد من أسوأ مبارياته في التغطيه الدفاعيه، لو كان علي معلول هو اللي بيتحط في الموقف ده كان ممكن ربما يكون اداؤه افضل بكتير في التغطيه يعني بفضل الخبره اللي عنده عن محمد هاني، لكن النهارده محمد هاني فشل في التغطيه الدفاعيه وفعلا دفاع النادي الاهلي وفايلر ما قدروش يفهموا التركية بتاعت الكابتن مختار، والكابتن مختار كان عارف ان لعبته ما تقدرش تعمل الخدعة اللي انا قلتها دي غير في الشوط الاول بس، فاول 45 دقيقة ليه؟ عشان موضوع اللياقة البدنية، ده فيما يخص الكابتن مختار. طيب نروح لفاير بيلعب بطريقته المعتادة، تاج الحربي لحد ما
اللعيبه واقفه على رجليها في الملعب، النادي الاهلي حاول برضو يدور الكوره، لكن كان اكتر حاجه تعيب النادي الاهلي النهارده ايه؟ الميس باس. تخيل النهارده يا جماعه 113 باص غلط من النادي الاهلي، رقم انا ما تعودتش عليه في مباريات النادي الاهلي. يعني ربما النادي الاهلي عودنا من بدايه الموسم ده مع فايلر ان نسبه التمريرات الخاطئه عنده قليله، انما النهارده كان نسبه التمريرات الخاطئه كتير. فضل ايه؟ فضل العصبيه اللي كان عليها اللعيبه. وبالتالي كنت شايف النادي الاهلي حاول في الشوط الاول يلعب اللعب بتاعه، فاتح الملعب جدا جدا على الخط عن طريق في الجبهه الشمال عن طريق اجايه وعلي معلول، حاولوا يخترقوا الجبهه دي كتير بس ما نجحوش ان هم يوصلوا كرات لمروان محسن، اللي عايز اقول لكم رقم سلبي جدا جدا لمروان في المباراتين الاخرتين. مروان قدام النادي انبي لعب 60 دقيقه، وقدام الانتاج الحربي لعب 45 دقيقه، وفي بعض الاوقات يعني وقت بدل ضايع، يعني بنتكلم في توتال 110 دقيقه. مروان محسن ليكم هجمه على المرمى، هجمه وحيده، الهجمه اللي جات له داخل منطقه الجزاء ولعبها بالراس وراح بجوار المرمى، دي الهجمه الوحيده لمروان محسن خلال ماتشين. ده بياكد الكلام اللي انا كنت بقوله قبل كده، ان مروان محسن الحاجه الوحيده اللي بيجدها في هجوم الاهلي لما تلعب له كروسات، ويستحسن انك تحط له سترايكر جنبه عشان تستفيد من الطول بتاعه. وبالتالي دي النقطه اللي انا كنت اعتقد فايلر لازم يعملها ويغير طريقته في الشوط الثاني ويكسب بيها الوقت، وهي انه كان لازم يحول طريقه لعبه ليه 4 4 2 فلات صريحه، ويبدا يرمي كروسات لباجي ومروان محسن داخل منطقه الجزاء، لان الشكل اللي النادي الاهلي كان بيلعب بيه ما اعتقدش كان جاب نتيجه. ليه؟ الشوط الثاني بقى انتاج الحربي بدا يلعب زون ديفنس بحت جدا، اللعيبه كلها بدات تلعب تحت الكوره، كله رجع، فبالتالي لعبك بثلاثه انك تنزل الكوره للطرفين بتوعك اجايه ووليد سليمان لما نزل كان بصراحه مضيعه للوقت. ليه؟ لان انتاج الحربي كان بيعملك بوكسنج او بيطردك بره منطقه الجزاء، فكان الطبيعي انك تسهل على لعيبتك تعمل ايه؟ تحط تو سترايكرز داخل منطقه الجزاء وتلعب اكبر كم من الكرات العرضيه للاثنين دول، يعني ربما كان الحظ يسيبك في كذا كوره تكسب بيها. طبعا كوره عمر السوليه تحضير من بادجي كويسه ولكن ما تكررتش كتير، وبالتالي النادي الاهلي النهارده كمان شفناه ما عندوش فرص كتيره على مرمى الانتاج الحربي يعني بالمقارنه باللي احنا كنا بنشوفه في المباريات قبل كده، النادي الاهلي بيعمل بيخلق فرص كتيره قوي. فببساطه في وجهه نظري اول غلطه فنيه في وجهه نظري لفايلر النهارده كان لازم يتخلى عن اسلوبه وطريقه لعبه ويتحول ل 4 4 2 فلات ويبدا يلعب على القطع ده في شوط تاني، وكان يطلع لاعب تاني غير مروان عشان يستغل النقطه اللي احنا بنقول ان مروان مميز فيها. لكن طول مروان بيلعب لوحده مع كامل احترامي 110 دقيقه مفيش اي فعاليه على المرمى، فرصه وحيده فقط جت برده من كره عرضيه، وبالتالي كل الاسباب دي وطبعا الابداع اللي قدمه الكابتن مختار هو اللي وصل ان النادي الاهلي يخسر النقطه الرابعه له في الموسم ده بعد التعادل الثاني اللي حققه. ببارك للكابتن مختار ولعيبه التاج الحربي، بصراحه لازم نشيد بيهم رغم كل الظروف اللي مروا بيها، قدروا النهارده يحققوا نتيجه ايجابيه جدا في اول مباراه ليهم بعد كورونا، وهارد لك للنادي الاهلي، درس كويس جدا زي ما شرحنا للزمالك برضه، درس كان كويس ليه قدام نادي الاتحاد، درس كويس النادي الاهلي يتعلم منه عشان طبعا الاختبار الاصعب اللي هيبقى عنده في نهايه شهر سبتمبر امام الوداد المغربي في سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا. دي كانت حلقتنا النهارده من ترند يلا كوره وتحليل مباراه الانتاج الحربي للنادي الاهلي. شكرا جزيلا ليكم كريم سعيد، واشوفكم في حلقه جايه ان شاء الله.